لكن طبعا ليست فقط تحركات الأسهم الملفتة للنظر، نتحدث كذلك عن الين الياباني الذي يسجل أدنى مستوى له في 24 عاما أمام الدولار الأمريكي، بعد أن أصبحت سياسة التيسير النقدي لليابان متناقضة تماما مع نظيراتها في الاقتصادات المتقدمة كالولايات المتحدة وأوروبا، يعني الاقتصادات الغربية ليست فقط اليابان اقتصاد متقدم. طبعا البيانات الأمريكية هي التي صدمت السوق يوم الجمعة، طبعا بيانات التضخم 8.6% أعلى من المتوقع، ومعناه الفيدرالي سيتجه إلى المزيد من التشديد السريع، وبالتالي يواصل الين الضعف مقابل الدولار. حينما نتحدث عن سياسة تيسيرية في اليابان، طبيعي أن معدلات التضخم في اليابان ليست مشكلة، وطوال يعني فترات التاريخ السنوات أو العقود الماضية اليابان تعاني من تراجع في معدلات التضخم لديها، وبالتالي لازالت هناك يعني فكرة التيسير النقدي بالنسبة لليابان، ويعني سياسات المزيد من ضخ الأموال وضخ السيولة في الوقت الذي يقوم فيه الفيدرالي الأمريكي بتجديد السياسة النقدية ورفع الفائدة، وبالتالي طبعا الأموال تتجه نحو العائد الأكبر، ونلاحظ عوائد السندات الأمريكية مرتفعة، اتجاه الأموال نحو عوائد أكبر دفعت الدولار إلى هذه الارتفاعات، نسجل أعلى مستوياتنا منذ عام 2000 تقريبا، لنصل إلى مستويات 135 ين للدولار الواحد، يعني وربما أيضا المسار مستمر، يعني هذا اتجاه صاعد قوي جدا، يعني حتى بعد الخروج من هذه الحركة العرضية، وهذا الرسم بياني طويل المدى، الخروج من هذه الحركة العرضية كان على مدار عام 2020 و2021، واستمرت الحالة بالنسبة للدولار للتفوق على الين الياباني كما يتفوق على بقية العملات، ليس فقط مقابل الين، ولكن الين أكبر طبعا لأنه السياسة النقدية بالنسبة لليابان تماما مختلفة عن السياسة النقدية للفيدرالي الأمريكي. هذا إذا بالنسبة للتحركات على أسواق العملات وأبرز ما فيها، لكن ما القادم أيضا لأسواق العملات؟ من القاهرة ينضم إلي السيد أحمد نجم مدير مكتب FBS للأبحاث، أهلا ومرحبا بك سيد أحمد. يعني بداية الحديث عن الين وقوة الدولار الأمريكي وليس أمرا جديدا، والتساؤل يعني الفترة القادمة هل هو رهان سهل؟ الين سيستمر في الضعف، الدولار سيستمر في التفوق، وبالتالي يعني اشتري الدولار ين في كل فرصة. طبعا أهلا وسهلا بحضرتك أستاذ محمد، وشكرا على الاستضافة في بداية النقطة. حقيقة الأمر يمكن الدولار ين كما يعني وصفت حضرتك صفقة سهلة بالفعل. الدولار معروف السياسة اللي هيتبعها الفيدرالي، السياسة التجريدية، كما يعني نشاهد أغلب البنوك المتقدمة تتجه إلى هذا الأمر في الفترة الحالية، وعلى النقيض تماما في الجانب الآخر المركزي الياباني متابع يعني سياسة تسهيل في ظل يعني وضع غريب فيما يتعلق بأرقام التضخم. نعم أرقام التضخم هي لا تمثل مشكلة حتى الآن للاقتصاد الياباني، ومعتمد على الهيستوري القديم اللي احنا كنا دايما بنشهده، تضخم دائما في منطقة السالبة، ولكن الفترة المقبلة مع توجهات بنك مركزي ربما هي متناقضة بعض الشيء للأسواق وخصوصا للاقتصاد الياباني على وجه التحديد، وهي فكرة ان تيسير ومزيد من التيسير وبالتالي ضعف الين، واللي كان بيعتمد عليه كملاذ آمن في الفترة الماضية، واصبحت هذه النظرية مبهومة، خصوصا ان كان تدخلات المركزي كانت بتبقى دايما معروفة في مناطق معينة، التوقعات والتصريحات القادمة من المركزي لا تشير إلى أن هنالك تدخل قريب ربما يغير هذه السياسة الحالية، وبالتالي تظل الاتجاه معروف، يظل الين مستمر في الضعف، وتوقعات أيضا في الفترات المقبلة أن يكون هنالك مزيد من الضعف، خصوصا كما ذكرت حضرتك في بداية الموضوع على فكرة أن الفيدرالي الأمريكي سيتوجه إلى مزيد من التشديد مع هذه الأرقام التي نشهد. طيب يعني بالعادة كانت اليابان تستفيد، وكانت تدخلات مركزي الياباني على مدار الفترة التاريخية يعني أنه كان بيتدخل لإضعاف الين وليس للعكس، بالعادة تستفيد اليابان وتستفيد الشركات المصدرة من ضعف الين، لكن ربما هذه المرة مختلفة. هل تعتقد أن هناك جانب إيجابي يعني لهذه التراجعات على الين الياباني، أم أنه فعلا يعني لن تستفيد الشركات اليابانية كما كانت تاريخيا؟ هي الفكرة متى تستفيد أو يستفيد الاقتصاد الياباني من هذه الأمور؟ يستفيد إذا كانت أسعار المواد الخام يعني منخفضة
او ان هي يوجد هنالك ملامح على فكره الانخفاض في الفتره المقبله، كان ربما يستفيد ايضا القطاع الخدمي. كان المركزي بيعول على فكره ان القطاع الخدمي سيكون اكثر المستفيدين من هذا الامر، ولكن في ظل يعني قيود ربما تفرضها عمليه البانديميك هي تضع هذا القطاع ايضا في مأزق، ما زال لا يستفاد بشكل واضح من هذه الامور. ايضا يعني في نتائج الاداء اللي كان بيتحدث عنها الشركات في اعلان الارباح، كانت يعني تقريبا جميعها بيتحدث على فكره تحمل تكلفه التضخم لم يتم تمريرها بعد الى الاسواق، وبالتالي يعني الى متى ستتحمل الشركات هذا الامر؟ ربما يوجد عوامل اخرى هي تمنع الشركات من هذا الامر، ولكن ستمر الى الاسواق يعني سواء الان ام بعد ذلك، وبالتالي هي فكره او مرحله وقت حتى ينفجر هذا الامر. كنا يعني نشاهد هذا الموضوع على وجه التحديد في الاقتصاد الامريكي، نعم، ولكن قبل اعلان بدايه التجديد كانت الشركات ايضا تعلن وتلوح كثيرا على فكره ان هنالك تحمل تكلفه عاليه من ارقام التضخم الموجوده ولا يتم تمريرها، وفي نهايه المطاف تم تمرير جزء من هذه الارتفاع في التضخم، وبالتالي هذا ما سنشهده ربما يعني ممثل له في الاقتصاد الامريكي. طيب اذا كانت الشركات اليابانيه يعني ربما تتحمل هذه التكاليف لانها تستورد المواد الخام من الخارج وتدفع بالدولار، لازالت معدلات التضخم في اليابان يعني منخفضه، وربما انت ذكرت يعني ربما سيتم تمرير هذه التكاليف في المستقبل، هل تعتقد انه البنك المركزي الياباني او بنك اليابان سيقوم بتغيير مسار السياسه النقديه مستقبلا، وبالتالي ربما الرهان على الدولار مقابل الين يكون في اواخر مراحله؟ أعتقد أن هو المركزي بيراهن على فكرة تغير السياسات الأخرى في المستقبل، لأن يعني كما بنشاهد التصريحات هي واضحة وصريحة للغاية، يعني رسم فكرة أن لا يوجد تغيير للسياسة في الفترة القريبة هو واضح للغاية ولا يوجد فيه أي تغيير، وبالتالي يراهن على تغيير الوجهة الأخرى في الفترات المقبلة وتغيير السياسات التجريبية المتحفزة جدا إلى أن تكون أقل وطأة، وبالتالي يكون هنالك تعادل، لكن لا أعتقد أنه سيتدخل في الأسواق في الفترة المقبلة. طيب يعني ربما هذه هي صورة الين الياباني وربما يعني صورة قوة الدولار بشكل عام. أنا أشكرك أستاذ أحمد نجم، وأنت مدير مكتب FBS للأبحاث بالقاهرة، شكرا جزيلا لك على هذا التحليل.